هاني الخبازة أم مصطفى. قبل فترة نشر لي شريط فيديو من قبل وكالة يلا، اجى من خلال هذا الشريط ولد متبرع ببيت. شفت المقطع فأثر بي يعني صراحة، فقلنا نساعد مصطفى ونسكنه في هذا البيت. والبيت استلمته الحمد لله. احنا مصطفى ما ردنا نساعده وشفناه على الفيس، يعني ما سألناها كونها سنية أو شيعية أو كردية. ما كنت أتوقع أنه أنا في يوم من الأيام يصير سقف وأقعد جوا. أنا أشكر كادر وكالة يلا لأنه ساعدوني ويتابعون أخباري. شكرا لأحمد وشكرا لمحمد علي. شكر عام لكل من فكر بي وشافني وساعدني.